ورا هنا ولا جبنا زعف السنه دي ولا عملنا قداسات. القداس بنعمل بس طباي كاهن وشماس معاه بس، عشان مش عايزين الزحام، عشان النفس، عشان محدش يصاب. اشتغل في 2 سنه وعامل نظافه، هذه لي 20 سنه سنه 2000. كنت كل سنه اجيب الزعف دوا اشتريه من الناس من المزارعين بتوع النخل الاولى في البلد هنا في الفكريه، وكان السنه دي ما جبناش حاجه خالص. كنا نجيب الزعف ده وندفره ونوزعه على ناس في الكنيسه ونحطه على عواميد في الكنيسه. السنه دي بسبب الكورونا ولا في عميل قربان، كنت بعمل كل يوم حد قربان وكل يوم سبت، ولا في قربان ولا في بيع ولا في شراء بسبب الكورونا، ولا في حد جاي الكنيسه خالص، ولا في رزق خالص جاي بسبب الكورونا. قعدنا مفيش شغل خالص. السنة دي جبنا حاجات بس بسيطة خالص عشان زين الكنيسة، عشان القداس.